ما شاء الله. انزل ما شاء الله نزل. انزل انزل انزل. نازل 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 وانا جايبه. انزل. ما شاء الله انزل مقفولة. شوف يا جماعة انزل مقفول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتنا رمضان القناص، بحبكم في الله وحشتوني. كثر الكلام حول الصيد الجائر. يعني ايه الصيد الجائر والصيد اللي مش جائر؟ اولا تحياتي لكم، والنهارده الفيديو معانا منشق من قسمين، قسم للصيانة اليومية اللي بعد ما بتصطاد وتيجي بتعملها المفروض تعملها، والقسم الثاني اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الصيد الجائر. الصيد الجائر والصيد اللي مش جائر. اقول لكم الصيد الجائر، لو انك اصطدت يمامة واحدة بس وانت قادر عن ان انت تجيبها وتسيبها وتمشي، ده الصيد الجائر. او اي طيرة ضربتها وسبتها ومشيت، ده صيد حرام. انت قادر ان انت تجيبها، طب بتضربها ما انتش هتجيبها، حرام، ده الصيد الجائر. الصيد اللي مش جائر، لو اصطدت 1000 يمامة في اليوم، 1000 يمامة في اليوم، ايه اللي خلاه جور؟ ايه اللي خلاه ظلم؟ مع ان دي شغلتك ودي مهنتك. يعني يمكن 60% او 70% من الصيادين اكل عيشهم الصيد. الراجل اللي بيكسب 100,000 جنيه في اليوم، بنقول له انت كده مكسبك جائر؟ لا، مفيش فيها اي حرمانيه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الصيد ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ثم يعني اشوف تعليقات كتير يقول لك هذا صيد جائر. ليه يا عم؟ ظلم ليه؟ يعني زي ما انا قلت لحضرتك كده، الظلم ان انا اضرب الطيره واسيبها وامشي وانا قادر ان انا اجيبها، ده الظلم. تمام؟ الصياد اللي الاكل عيشه ده صاد 200 يمامه، 100 يمامه، 50 يمامه، 1000 يمامه، ايه اللي خلاها ظلم؟ عايزك تقول لحضرتك تقول لي الراجل اللي هو بيقول الصيد جائر، ايه اللي خلاها ظلم لما انا اجيب 1000 يمامه في اليوم وده اكل عيشي؟ ظلم ليه؟ ثم الذريه مش هتنقرض. ليه؟ لان دي خزائن من عند ربنا سبحانه وتعالى. الطير ده بتاع ربنا. كسر ان قال ده الطير ده بتاع ربنا، عمره ما ينقرض. انا لو فنيت حياتي وحياه جميع الصيادين اللي في العالم كله في الصيد، عمر الطير ما هيتفنى. تمام؟ ثم تعالوا ننتقل الى القسم الثاني الا وهو الصيانه. دي ازازه زيت، دي زيت خياطة بتاع مكنة الخياطة. الإزازة دي ب15 جنيه. بعد ما بتيجي حضرتك من السرحة تبقى عندك الزيت ده طبعا، ومنديل أو أي بقى اللي أنت تشوفه، بطانة تكون حنينة كده عشان ما تجرحش القميص والحاجة بتاع البندقية، وبتحط الزيت على المنديل هنا، وبتجيب الجسم ده بتمسحه لغاية ما تطلع منه الصدى والحاجة والأتربة والماسوره طبعا، عشان كده بتطوق جسم الماسوره من بره، وبتكسر الماسوره كده وبتملى دي زيت. تمام؟ بتملاها زيت وتقوم موقف الماسوره البندقيه. بعد ما ملانا ده زيت بتوقف البندقيه كده اهو، وبتركنها على حيطه او حاجه عندك لمده يوم لغايه ما تصفي الزيت اللي فيها والرواسب اللي في الماسوره هتنزل ان شاء الله. ده بعد كل سنه. بالنسبه للبندقيه ال11 محترمه، ما هيش وحشه، تجمعها محترم، يعني تجمعها 70% 80%، بس عايزه ثبات. عايزه اللي يمسكها يبقى عنده ثبات تام في الضرب، لان لها رد فعل. والنشنكه اللي هو الامامي دي ليه انطره من هنا، حضرتك بتشيلها عشان تعرف تصطاد بيها، لان الانطره دي ضيقه قافله على النشان. لما تيجي تضرب ضب عمودي ولا حاجه بتبقى قافله معاك، مش هتعرف تشوف لانها ضيقه.
لو كانت واسعة كانت بقت كويسة. وتحياتي لكم، منتظرونا في كل جديد، وبحبكم في الله، وما تنسوناش من اللايك والدعم. وتحياتي للأستاذ محمد المغربي والأستاذ صلاح، أحلى تحية وأحلى مسا على عيون مشاهدينا الكرام، وما تزعلوش من كلامي، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.